برنامج آثار نقف على الآثار فلا نعرفها، وعلى الشواهد فلا ندركها، وفي الآثار والشواهد روائع الأخبار تحلو بها مجالس السمار. آثار وأخبار، برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في لقاء متجدد من آثار وأخبار، وما زلنا نعرض شيئا من آثار مصر وأشهر أخبارها وما يتعلق بالدويلات التي كانت تحكمها. من أشهر الدول التي كانت تحكم أرض مصر الدولة الأيوبية، وهذه أسرة يرجع أصلها إلى الأكراد، والأمة هذه الأمة لا تنصر بحسب ولا نسب، وإنما تنصر بدين الله، فهو دين الله من حفظه ساد. وقد حاول بعض الأكراد نفي هذه النسبة وزعم أنه عربي، فكان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يقول لا نحن أكراد، وكان يدافع عن ذلك. لكن كما نعرف أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان إماما من أئمة الفضل كما سنشير إليه بعد قليل، لما بعث نور الدين زنكي أسد الدين شيركو وصلاح الدين الأيوبي لمصر، تحرك صلاح الدين في نواحي مصر وأرسل أخاه توران شاه وعينه على نواحي أسوان والنوبة، ثم استطاع أن يتمكن من حكم مصر. فلما توفي نور الدين زنكي وضعف أولاده عن تولي السلطة، استطاع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن يضم إليه، لأنه كان يحكم مصر واليا عن نور الدين زنكي، ضم إليه دمشق وحلب وخيرها. وقد عرف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى بقوة شخصيته وبتميزه، وكان له ذكر حسن في كتب التاريخ كما نعرف، فهو من أشهر من كان يحكم المسلمين في ذلك الوقت، وجلب للأمة عزا ورفعة كانوا يفتقدون مثلها. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان قد ولد بتكريت بعد رحيل جده إليها في حدود سنة 532، وكانوا قد خرجوا إلى تكريت في اليوم الذي ولد فيه صلاح الدين، حتى إن بعض الناس كان يتشائم من ذلك، فيرى أن صلاح الدين قد يكون نذير شؤم على هذه الأسرة، إلا أن بعضهم كان يقول لعل في هذا خير، يعني لعل هذا الولد قد جاءنا بخير، وجاء الخير مع صلاح الدين. فالناس لا يعرفون شيئا عن غير صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، والذي كان له حظ من عبادة وعلم، فقد كان معروفا بقيام الليل وصيام النهار، وله أخبار كثيرة تدل على ما أودع الله عز وجل فيه من العزة والرفعة والدفاع عن حياض هذه الأمة. ويكفي أن نعرف أنه استطاع أن ينتصر في معركة حطين في سنة 583، وأن يرد للأمة هيبتها، حتى إن ابن كثير رحمه الله كان يقول لا يعرف أن هذه الأمة قد انتصرت في معركة بعد معركة القادسية كمعركة حطين. أسر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في معركة حطين التي جرت في سنة 583 30,000، وقتل منهم مثلهم، وكان الرجل يباع، الأسير يباع من أجل نعل. واحد من جيوش المسلمين ما عنده جلكم الله نعل يلبسها، من كثرة الأسرى 30,000 أسير ما هو شيء قليل، كان الرجل يباع، ويباع الرجل ينادى عليه بذلك، فأعز الله عز وجل المسلمين يومئذ. وقد من صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على جماعات من قوادهم، من عليهم، أطلقهم بلا فداء ليظهر عزة الإسلام. ثم في نفس السنة حاصر عكا وأنقذ 4,000 أسير وحررها، وحرر عسقلان، واستطاع أن
يرد للمسلمين نصرا وعزا حرم منه المسلمون سنين عديدة. هذه الدولة، الدولة الأيوبية، لم تنقطع عند صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فقط. نحن الآن عرفنا أنها قامت في أرض مصر ثم في أرض الشام ونواحيها، وأن صلاح الدين ضم إليه هذه النواحي وصار له ذكر عند الخليفة العباسي وعند المسلمين، فكان المسلمون يرون في صلاح الدين أنه حامي حمى الإسلام، وهو الذي فتح بيت المقدس وطهره من أغلال الصليبيين الذين بقي المسجد الأقصى أسيرا عندهم ما يقرب من 90 سنة، ما تركوا صليبا إلا وضعوه فيه. فلما جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله طهره من النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية حتى غدا المسجد الأقصى منارة من منارات الخير في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. بعد موت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تولى الحكم في مصر بعض الأيوبيين، منهم على سبيل المثال الملك العزيز بن صلاح الدين، وهذا كان نائبا على أبيه في مصر، ولما سار أبوه إلى دمشق وتوفي بها وكله على أرض مصر، وقد عرف رحمه الله تعالى بصلاحه وفضله، وكان قد سمع الحديث مع جماعة من آل بيته ومع أبيه أيضا على يد المحدث الجليل أبي الطاهر السلفي بكسر السين، وأيضا من أشهر ملوك الأيوبيين الملك الكامل وهو محمد بن العادل، وكان قد توفي في سنة 635، وقد عرف رحمه الله تعالى بحبه للأدب والشعر، وقد أنشأ المدرسة التي عرفت بعد ذلك بالمدرسة الكاملية، وعرف أيضا في توسعه في بلاد الروم، وقد سقطت القدس في زمانه في أيدي الصليبيين. من أشهر الملوك الأيوبيين أيضا الملك تورانشاه، وتورانشاه أو قبل تورانشاه كان هناك نجم الدين أيوب، والذي يعد من أعظم سلاطين الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. وهذا الرجل الملك الصالح نجم الدين أيوب عرف بعبادته وزهده، وكان ملكا عظيما مهيبا، وقد أكثر من شراء المماليك، وهنا بدأ دخول المماليك على أرض مصر. هناك عادة كانت موجودة عند الخلفاء والأمراء والملوك، وهي عادة استقدام الأجانب في سبيل المحافظة على الملك. بدأت في أيام المعتصم، أقدم ما يقرب من 4000 تركي، وضاقت بهم بغداد وضج الناس منهم، فنقلهم إلى سامراء، وعاش الأتراك هناك في سامراء، ثم توطد لهم الملك حتى حكموا الدولة العباسية كما نعرف. فعل نفس الفعل الملك الصالح نجم الدين أيوب، فجاء بالمماليك، واستطاع المماليك بعد فترة أن يقضوا على دولة الأيوبيين، وحكموا أرض مصر بعد ذلك، وإلى أن سقطت على يد العثمانيين في سنة 923 من الهجرة في معركة العباسية. نفس الأمر فعله عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر أيضا، والأمر نفسه فعله العثمانيون مع الشراكسة، حتى كونوا جيشا عظيما من الشراكسة، جنس رومي من أوروبا جاءوا بهم عبيدا، ثم فتحوا لهم بيوتهم وقصورهم وأسلموهم الجيش، وكانت قوة عسكرية ضاربة، لكنها أزعجت العثمانيين بعد ذلك إلى أن انقض عليهم السلطان عبد العزيز أو غيره. فالشاهد بدأ دخول المماليك في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب، وبنى لهم قلعة تسمى بقلعة الروضة على النيل. قلعة الروضة اليوم موجودة عند مقياس الروضة،
المقياس الذي وضع من أجل قياس النيل، وكون منهم حرسه وجنده، لكنهم استطاعوا أن يقتلوا ابنه الذي حكم بعده وهو توران شاه، وأقاموا لهم هذه الدولة، دولة المماليك. الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله كان معنيا أيضا بالاهتمام بالمباني والعمران، وقد بنى المدرسة الصالحية بدمشق، وبنى بعض المباني العسكرية في مصر والشام، وأطلق عليها أطلق على هذه المدينة العسكرية بالمدينة الصالحية. ومن آخرهم أيضا آخر الحكام الأيوبيين أو الملوك الأيوبيين هو توران شاه. وتوران شاه كان قد عين من قبل أبيه نجم الدين أيوب، عين أميرا على اليمن، وأسس الدولة الأيوبية في اليمن بعد أن طرد الحمدانيين منها، وأخضع اليمن لحكم الأيوبيين. ثم بعد ذلك قدم إلى مصر وتوفي فيها في سنة 577 من الهجرة، وهو يعد آخر الملوك الأيوبيين. قام بعد ذلك حكم المماليك، وكان أول من حكمها عز الدين أيبك بالتعاون مع شجرة الدر. طبعا الأيوبيون كان لهم حكم قوي في أرض مصر، وتركوا آثارا عظيمة، فكثير من الآثار التي نراها اليوم في القلعة وغيرها هي من فعل الأيوبيين، ويعدون أيضا إرثا تاريخيا مهما. لكن هذه المشكلة التي وقع فيها الأيوبيون هي التي وقع فيها العباسيون، وهي التي وقع فيها غيرهم، وهو الثقة المطلقة وإطلاق اليد لمن يأتي من العبيد والخدم وغيرهم. وهؤلاء أثروا تأثيرا كبيرا بعد ذلك على دولة الإسلام في تلك الناحية. يعني كما ذكرنا أن الأتراك حكموا في الدولة العباسية، والمماليك حكموا في مصر، والشراكسة حكموا وإن لم يكن حكمهم مطلقا في الدولة العثمانية، والصقاربة وهم الجنس الرومي الذي أشرنا حكموا في الأندلس. هذه عقدة تعرضنا لها من عقد التاريخ إن صح التعبير، وسنشير إن شاء الله تعالى إلى ما يتعلق بحكم المماليك وأثرهم حتى سقوطهم على يد العثمانيين في لقاء مقبل إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج آثار وأخبار للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.